لا تزال بعض المجتمعات شيخ صالح تخضع لعادات وتقاليد كهذه العادة، إذا تقدم خاطب لواحدة من البنات وقد كانت الصغرى وقبلها بنت لم تخطب، يعرقل زواج الصغيرة من أجل الكبيرة، وعادات وعادات شيخ صالح، لعلكم تتلمسون الحلول لها، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الناس لو تركوا هذه العادة لماتت ونسيت وزال المحذور الذي من أجله التزموها، ونرجو ذلك. وعلى كل حال القضايا التي اعتادها الناس وليس لها أصل في الشرع الواجب تركها، والنظر في المصالح والفرص قبل فواتها، وترك العادات التي يتضرر بها بعض الناس من غير ذنب ومن غير سبب، فإن الخضوع للعادات لا سيما إذا كانت ضارة فيه مفاسد. أما العادات الطيبة والتي لا تختلف مع قواعد الشريعة فلا بأس بالتمسك بها. نعم.